البارفو فيروس صحيح انطرح كثير علينا لانه هذا من اخطر الامراض عند الكلاب. وبيجي بيصيب الكلاب يلي منهم مطعمين او الكتير صغار بالعمر وهو مميت وما عنده علاج، فكرمال هيك كتير بشكل خطر وبيسألوني كتير عنه. هلأ إذا كلب انصاب بالبارفو مثل ما عم بتقول عليا أنه صار له 10 أيام صحيح الكلب، ولو 10 أيام صحيح ما لازم يختلط مع غير كلاب، لازم ينطر 6 أسابيع لنقدر نحطه مع غير كلاب، وإلا بيضلوا بيعدي لست أسابيع ولو صح. بيعدي كلاب بس ما بيعدي إنسان؟ إيه لا ما بيعدي الإنسان، ولكن نحن اللي فينا نعمله أنه مش اللي فينا نعمله، اللي بيصير انه اذا كلب عنده بارفو ولو صار له 6 أسابيع ولا لحسنا نقول الشوز مثل ما عم تسال على صباطه وتيابه، بيضلوا عايش على صباطنا شهر هالمرض. وبنروح عند غير كلب، اذا كلب لحسه رح يلقطه. طيب شو هو البارفو؟ بارفو نوع فيروس، نوع فيروس. شو عوارض الكلب؟ لا كيف بنعرف انه عنا؟ اول شيء بيصير فجاه كثير ضعيف ببطل بده ياكل، وبيصير عنده دياريه مع دم. بتشوف دياريه مع دم بس بصح مش مميت. هو اذا ما اخذوه عند الحكيم هن بيعالجوا جهاز المناعه عند الكلب لانه هو ما عنده علاج، بس اذا جهاز المناعه كان قوي كفايه بيروق. بس في كثير مرات انه ما بيعيش الكلب كرمال هيك كتير خطر هالمرض، حتى برات البيت بيعيش 6 أشهر بس المرض. بس هو بيلقطوا من ورا شو السبب بيكون؟ هو مثل ما عم بقول لك بينتقل، يعني بينتقل الفيروس، يعني بينتقل بس مش انه بطريقه عيش معينه او بطريقه. لا 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 بينتقل وبيعيش برا 6 أشهر. اذا تبناه بابي اذا كان صغير بالعمر بيكون مفروض عاطينه طعوماته على الشهرين وثلاث اشهر اربع اشهر بيكونوا خلصوا اول طعومات. اذا هيدي الحاله مع انتوني ومن بعدها ساعتها كل سنه بده يرجع يروح هو عند طبيب البيطري. اول سنه بيعملوا له رابال بوستر بسمون لكل طعومه، بيرجعوا بعدين كل 3 سنين بيعملوا طعومه، ولكن احنا كل سنه بدنا نروح على صحه السلامه بنعمل له تشيك اب وبنعمل له دي ورمينج، بدنا نشيل الدود والطفيليات. هيدا كل 3 أشهر بيعطوه حبه فيه ويعطيها بالبيت الحبه الطفيليات، حتى كمان للانتي ضد البراغيث والى اخره. بس كل هودي المشاكل اللي بيتعرضوا لها والفاكسينز اللي بيعملوهم الحيوانات هن لصحتهم، مش لانه بينقلوا لنا، لانه مش خطر علينا، انما ليحافظوا على صحتهم لانه هلا اجمالا كلاب ما في، يعني ما عندهم هالامراض اللي بيعدونا نحن بشكل. البارفو مثلا هذا من اخطر الامراض، ما بيعدينا نحن هن ليحميهم، ولكن بالتالي كمان نظافه لالنا ولالهم، يعني كمان انه الكلب المطعم بالبيت ما عليه اي خطر لكثير اشياء، يعني حتى لالنا نظافه احسن. الكلب اللي بيخافوا انه اذا عض حدا يتعرض للكلب، الشخص للكلب، هل في الرابيز طعم خصوصي؟ هلا الريبيز طبعا الريبيز هو كيف قصه البارفو. الكلب كمان مثلا اذا تعرض له من كلب ثاني بعد 3 أيام بيبلش يعمل مثل ابيض من تمه، هيدا الكلب الريبيز بسموه، هيدا بيعدي الانسان. بيعدي اذا عض؟ اذا عض، اذا عض الانسان، اذا عضه اكزاكتلي. وهيدا اذا عض الانسان بيتسبق الكلب بيصيبه اذا عض من كلب تاني. ايه اكزاكتلي، يعني ايه بينتقل من كلب لكلب. وكمان هيدا بالطعم له وخلص بيمشي الحال. كثير مهم الطعومه لانه لهيك امراض، يعني الريبيز مثلا كمان مميت للانسان. اذا نحن فيها تكون نايمه سنه، الريبيز سنه يكون موجود بجسمنا نحن ما عارفينه وبعد سنه يبين علينا. شو عوارضه؟ كمان مثلا بيكونوا مثل جريب تعبان ماشي، يعني يمكن ما تعرف شيء بس فجاه كمان بتصير عندك فوم كيف الكلب بيظهر، وفي منهم يا لطيف ب 24 ساعه يعني بيروحوا. كرمال هيك طعموا كلابكم، يعني ما بتصدق قد ايه مهم حتى للكلب، يعني على صحه السلامه. هو اني واي لما تروح عند الطبيب بيطري اول دغري بيعطوه ريبيز وبارفو، هول الانيشال دغري عند اي طبيب بيطري محترم بيعطيهم كلهم. اجينا اسئله عن قصه موضوع البيبي برات الليتر بوكس، انه بسينتي بلشت تعمل بيبي برات الليتر بوكس، وهذا شيء كمان غريب عم شوفه بالبسينات سكوتش فولد اكثر شيء، ما بعرف اذا هيدي البريد اكثر شيء خاصه يلي دينيون هيك كثير عم بيعملوا بيبي برات العلبه. مش العمر يعني ممكن تكون خارج. هلا بهالحاله ليه سالتك العمر؟ بهالحاله لانه هي فيها تكون عوامل جسديه او عوامل بيهيفير، يعني كبر. ايه فشو الجسدية بتكون بدنا نتأكد ناخذها عند الحكيم نشوف، يا عندها أكثر شيء عم بيكون كومن عندها يورناري تراكت انفكشن، يعني التهاب بالبول. لما تكون عندها يا التهاب بالبول يا عندها
يمكن بده يصير ديابيتيز، عندها سكري، او مثلا عندها بحص بالكدنيز بالكلاوي، هول الاشياء بخلوها كثير تتوجع البسينه. لما تفوت تعمل بيبي باللتر بوكس عم تفكر انه البوكس عم بتوجعها. بتعمل برا. اكزاكتلي، بتصير تعمل اسوشيشن بوكس، يعني وجع بصير بعمل برا. فتقريبا شي 80% عم بياخذون عند الحكي، عم بيطلع بالفعل عندهم يورينري تراكت انفكشن، يعني اللي هي التهاب بالبول، بيعطون انتيبيوتيك وبيرجعوا بيعملوا لحالهم جوا. ولكن في اذا ما كانت طبيه وفيزيكال، كثير عم بتكون خايفين، صار نقلوا بيت، صار في ستريس، كثير وسخه بدها تنظيف، اذا وسخه ما بحبوا يعملوا فيها، بدك تنظفها للتر بوكس، او بس اذا في بسينتين، في بسينه تعمل بولينج للثانيه ما بتخليها تفوت، احسن حط علبتين ساعتها.